الرئيس السيسي يؤكد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الفساد المالي والإداري. مصر تدين استهداف الميليشيات الحوثي لمطار أبها دولي جنوب السعودية وتؤكد وقوفها مع المملكة. المحكمة العليا تحقق مع رئيس وزراء الجزائر الأسبق بتهم تتعلق بالفساد. الثالثة عصرا بالقاهرة الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضرتكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية دائما مع حسام حداد. إليك حسام. أهلا بك لما. أهلا بكم حضرات السادة المشاهدين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد يأتي انعقاده في مصر إيمانا بأهمية تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال. وشدد الرئيس السيسي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى على ضرورة تكاتف الجهود بشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفة الفساد التي تنخر في اقتصاديات الدول. أتوجه لكم بجديل الشكر لحرصكم على المشاركة في المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد الذي يأتي انعقاده في مصر إيماناً بأهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، والذي أصبح يحتل أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية وكذا أجندة أعمال الاتحاد الإفريقي، وبات يحتاج بلا شك إلى تكاتف جهودنا جميعا بشكل منسق في المجالات السياسية والتشريعية والقضائية والرقابية لمكافحة آفة الفساد التي تنخر في اقتصاديات الدول، ونشر الوعي بمفهومها وبيان أخطارها وآثارها، حيث تعد أحد المعوقات الرئيسية في طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة. والتطلعات المشروعة لشعوب قارتنا الإفريقية نحو تعزيز قيم الحرية والمساواة والعدالة والكرامة، كما تعتبر الموارد التي تفقدها قارتنا الغالية جراء الفساد أحد الأسباب الرئيسية للتراجع في المقاومات الاقتصادية والاجتماعية في الكثير من الدول الإفريقية. وأكد رئيس السيسي أن مصر قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، إضافة إلى سن وتفعيل تشريعات لازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه، باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق تنمية المستدامة المنشودة، فضلا عن إنشاء كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. لقد قطعت مصر شوطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره، واهتمت بإجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي بهدف تعقب أسباب الفساد والوقوف على قياسات حقيقية له. واكتسب الاهتمام المصري بهذا الشأن وضعية خاصة في ضوء التأكيد الدستوري على مبدأ التزام الدولة بمكافحة الفساد وفرض التزام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام وتحقيقاً لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح الشعب بالمقام الأول. وقد تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد بشتى أنماطه باعتباره أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فضلا عن إنشاء كل من اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال رئيس السيسي إن الجهود المصرية لم تنعزل عن الجهود الدولية في مكافحة الفساد، مشددا على التزام مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقا لأعلى المتطلبات، إضافة إلى الانضمام للاتفاقيات الأممية والأفريقية والعربية ذات الصلة. ولم تنعزل الجهود المصرية المبذولة في هذا السياق عن الجهود الدولية في مكافحة تلك الظاهرة، حيث تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقا لأعلى المتطلبات، كما انضمت إلى الاتفاقيات الأممية والإفريقية والعربية ذات الصلة، وآخرها اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، والتي تعد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الإفريقية في مكافحة الفساد. واتخذت الدولة إجراءات إصلاح تشريعي تنظم وتتوافق مع كافة الأحكام الاتفاقية كما تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالي والإداري، واتخاذ إجراءات التحول الرقمي لتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية والمساعدة على القضاء على البيروقراطية. وقال السيسي إن مصر ستضاعف المنحة التدريبية التي تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الإفريقية. إن لدينا قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد وتغيير واقع قارتنا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود وبلورة الرؤى المشتركة وتعزيز الآليات الإفريقية التنسيقية لمحاصرة الفساد على جميع المحاور. وستواصل مصر دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى الإفريقي، بما في ذلك من خلال مضاعفة المنح التدريبية التي تقدمها بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للكوادر بأجهزة إنفاذ القانون الإفريقية. كما ترحب مصر بالتعاون مع أشقائها الأفارقة وأجهزة الاتحاد الإفريقي المعنية لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال. ونؤكد كذلك في هذا السياق أهمية تعميق التعاون الدولي مع الشركاء الرئيسيين لإفريقيا على مختلف الأصعدة لتحقيق الاستفادة المرجوة في هذا الإطار.
بدوره أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير شريف سيف الدين أن محاربة الفساد من إحدى القضايا التي توافقت عليها الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمثل هذه الظاهرة عقبة أمام الإصلاح. وأشار إلى أن مكافحة الفساد تتطلب اتخاذ إجراءات رادعة بمشاركة الجهات المعنية الدولية بمكافحة الفساد. محاربة الفساد واحدة من القضايا التي توافقت عليها الدول الأفريقية كأحد أهم أولويات الأجندة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي كخطة عمل للقارة حتى عام 2063، فالفساد في العديد من البلدان الأفريقية يمثل عقبة أمام حركة التقدم الاقتصادي، ولا سبيل إلى تجاوز هذه العقبة إلا بإرادة قوية وجهود إصلاحية حقيقية. وها نحن اليوم نلتقي بمشاركة 48 دولة أفريقية وأربع دول عربية وتسع منظمات دولية لنسترد سويا آمال وطموحات شعوب القارة من خلال إرادة قوية للدول الأفريقية في العمل الجاد والتعاون المشترك للقضاء على الفساد، إيمانا منا بأن مكافحة الفساد تتطلب مزيدا من الإجراءات الرادعة للقضاء عليه والوقاية منه. وأشار شريف سيف الدين إلى أن المنتدى يرمي إلى تحقيق خمس غايات هي بناء آلية تعاون وأطر لدعم مكافحة الفساد والقضاء على الجريمة المنظمة والنهوض بالإنسان وتكامل في التنمية. فإن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد يرمي إلى تحقيق خمس غايات هي: أولاً، بناء آليات تعاون وأطر وضوابط لدعم مكافحة الفساد للقارة الأفريقية. ثانياً، القضاء على الجريمة المنظمة من خلال الحوكمة التشريعية والإدارية. ثالثاً، النهوض بالإنسان الأفريقي كأساس للوحدة الأفريقية. رابعاً، التكامل في التنمية نحو تكنولوجيات ديمقراطية. خامساً، تحقيق العدل والأمن كأساس للتنمية. أكد رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة مرتبطة بتكاتف دول القارة لوضع سياسات للقضاء على الفساد تماما. وقالت المستشارة أمل عمار عضو المجلس الاستشاري في كلمة ألقتها نيابة عن رئيس المجلس خلال فعاليات المنتدى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ إن نحو 49 دولة أفريقية وقعت على اتفاقية مكافحة الفساد وأصدرت قوانين وتشريعات منفذة للاتفاقية. نادي اتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد في يوليو عام 2003، واعتماد هذه الاتفاقية تبين أن القادة الأفارقة يؤكدون أن الفساد يعرقل تنمية أفريقيا بشكل كبير وأنه لابد من القضاء عليه تماما، وأن عام 2018 كان هو تاريخ عيد اعتماد هذه الاتفاقية، وإلى هذا اليوم تم توقيع 49 دولة عليها وصدق عليها 40 دولة، وهذا يمثل 70% من إجمالي أعضاء الاتحاد الأفريقي. وأنه منذ اعتماد الاتفاقية من جانب الدول الأعضاء قد تم إحراز تقدم في إنفاذ هذه الاتفاقية، وخاصة بالنسبة للدول التي وطنت هذه الاتفاقية بإصدار قوانين متناسبة مع ذلك واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية لمكافحة الفساد. قال رئيس اتحاد هيئة مكافحة الفساد في إفريقيا إيمانويل أوليتا إن عقد المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد يمثل خطوة صحيحة نحو خلق مستقبل أفضل للقارة، مشيرا إلى أهمية الاستخدام الأمثل للثروات والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة واستغلال طاقات الشباب. أفريقيا تطلق اليوم أول منتدى لها لمكافحة الفساد التي يشارك فيه العديد من الوفود التي تأتي من كافة أنحاء القارة. إن هذا الوعي بهذا الموضوع المهم يتيح لنا أن نقوم بقياس الطريقة التي
يجب أن نسلكها نحو المستقبل، لأننا بدون ذلك لا نستطيع أن نعرف إلى أين نمضي. من جهته قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الكويتي عبد الرحمن النمش إن ما تتبناه مصر من فعاليات للشباب العربي والأفريقي يؤكد وعي القيادة السياسية وإيمانها بأن الاستثمار في الشباب هو ضمان للمستقبل، كما يؤكد قدرة مصر على قيادة أفريقيا لمستقبل واع، مؤكدا أن الفساد يمثل أهم عائق أمام التنمية. ولا شك أيها الحضور الكرام في أن آفة الفساد بكل صورها وأشكالها هي واحدة من أخطر تلك المعوقات التي تحول دون الدول وتحقيق التنمية للشعوب، ولقد فطنت مصر إلى ذلك الأمر ووعت تماما إلى خطورة الفساد وآثاره السلبية البالغة على كل جهود التنمية، فبادرت إلى اتخاذ خطوات وإجراءات وتدابير واضحة وحازمة من أجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ولعل من أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 والتشريعات والتعديلات التشريعية الجوهرية التي منحت هيئة الرقابة الإدارية العريقة مزيدا من القوة والاستقلال في مباشرة مهامها وتحقيق أهدافها بشكل يتماشى مع مستهدفات خطط مصر للتنمية المستدامة. كما أن المنتدى الذي نحن بصدده اليوم لهو أكبر دليل على مدى ما توليه مصر من اهتمام بجهود مكافحة الفساد وحرصها على ترسيخ ثقافة وتطبيق إجراءات وتدابير مكافحة الفساد والوقاية من مخاطره وآثاره المدمرة على الصعيدين المحلي والأفريقي. جهود كبيرة وخطة قومية اتخذتها مصر لمكافحة الفساد، حيث أطلق رئيس السيسي إشارة البدء لتنفيذ استراتيجية مكافحته لتحقق مصر إنجازات كبيرة في مؤشر القضاء على الفساد خلال السنوات الأخيرة. نتابع. خطة قومية لمكافحة الفساد وضعتها الدولة قبل 5 سنوات بعد أن أطلق الرئيس السيسي إشارة البدء لتنفيذ استراتيجية مكافحته، خطة تولت تنفيذها هيئة الرقابة الإدارية وشاركت بها 84 جهة رسمية. وخلال السنوات الماضية استطاعت مصر أن تحقق إنجازات كبيرة في مؤشر القضاء على الفساد ومواجهته، وخلال الجلسة الختامية لمنتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ أطلق الرئيس السيسي المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 والتي جاءت استكمالا للاستراتيجية الأولى. أهداف رئيسية ترتكز عليها الاستراتيجية أعلنتها هيئة الرقابة الإدارية، وجاء على رأسها تطوير جهاز إداري كفء وفعال وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، إضافة إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، تحديث الإجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة. كما كان للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية دورها البارز خلال الفترة الماضية في تدريب المئات من الكوادر الأفريقية على أحدث النظم التكنولوجية لمكافحة الفساد. ومحليا قامت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بتولي تدريب المئات من قيادات الجهاز الإداري بالدولة على سبل مواجهة الفساد من خلال برنامج تدريبي لنشر قيم النزاهة والشفافية. أيضا كانت هيئة الرقابة الإدارية سلاح الدولة في مواجهة الفساد، حيث تمكنت من استعادة مئات الملايين من الجنيهات لخزينة الدولة نتيجة الكشف عن مخالفات في عدد من المجالات المختلفة، كما تمكنت من ضبط العديد من قضايا الفساد. قال اللواء هشام زعلوك مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح لأكسترا نيوز إن الأكاديمية عملت على استقدام الأفارقة الراغبين في الدراسة والحصول على دورات تدريبية في مجال مكافحة الفساد، فضلا عن تبادل البرامج والمعلومات مع الأكاديمية الدولية في فيينا. سيادة الرئيس أطلق الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وأطلق نشاطها في سبتمبر 2018. الأكاديمية بقالها 9 شهور بتمارس نشاطها في مجال التدريب في أعمال مكافحة الفساد. بتغير قانون هيئة الرقابة الإدارية أصبحت الأكاديمية جزء مكون من مكونات هيئة الرقابة الإدارية. الأكاديمية تنطوي على وحدتين،
وحدة لمنع الفساد، وحدة لمكافحة الفساد، ومركز للدراسات والأبحاث. الأكاديمية الوطنية بتقدم جميع الخدمات في مجال مكافحة الفساد، وبتتعاون مع الأكاديميات الشقيقة، بتتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وتتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والجامعات الخاصة والجامعة الألمانية، بتتعاون مع الأكاديمية العربية للنقل البحري وكافة الجامعات الحكومية. الحقيقة احنا عندنا بروتوكولات على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، احنا موقعين بروتوكولات مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا، عندنا نشاط مستمر إن شاء الله في التدريب في الأكاديمية الوطنية. الأكاديمية الوطنية انفتحت على أفريقيا تماما بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لاستقدام الأفارقة الراغبين في دراسة والحصول على دورات في مجال مكافحة الفساد. وفي لقاء خاص مع اكسترا نيوز اكد المتحدث الرسمي للنقابه الاداريه العميده محمد الزاهد اكد ان الفساد يعد احد ابرز العقبات الحقيقيه لتحقيق التنميه المستدامه في افريقيا، مشيرا الى ان المنتدى الافريقي الاول لمكافحه الفساد يعتبر منصه لتبادل الرؤى المختلفه لمكافحه هذه الظاهره. الحقيقة مصر عملت عدة إجراءات فاعلة خلال الفترة الماضية، بداية من الدستور المستحدث في مصر اللي حدد باب كامل فيه كان بيتكلم عن إجراءات مكافحة الفساد واستقلالية الأجهزة الرقابية، كمان تم سن وتشريع بعض القوانين زي قانون الخدمة المدنية، قانون الهجرة غير الشرعية، الإتجار في البشر وخلافه من القوانين الأخرى اللي بتواجه الفساد. عندنا كمان من دون الحاجات الرئيسية والمهمة جدا اللي عملتها مصر، يعني كان في اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودي اطلقت سنة 2014 كانت لمدة 4 سنوات تنتهي في 2018، وكان تفضل باطلاقها السيد رئيس الجمهورية. والحقيقة يعني ان الاستراتيجية الأولى أو المرحلة الأولى من الاستراتيجية انتهت بالفعل، وكان فيها عديد من الممارسات الناجحة. أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، وأكدت مصر وقوفها مع السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية. وأضاف بيان الخارجية أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، كما دعا البيان المجتمع الدولي للعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية. وكان المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد تركي المالكي قد أعلن إصابة 26 مدنيا من بينهم 3 نساء وطفلان، وهذا نتيجة سقوط صاروخ حوثي بصالة الوصول بمطار أبها الدولية. وبين العقيد المالكي أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي، مشيرا إلى أن الحادث يثبت حصول هذه الميليشيا على أسلحة نوعية من إيران. وصف وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة استهداف مطار أبها بأنه تصعيد خطير تم بسلاح إيراني. وقال بن أحمد أن ميليشيا الحوثي ما زالت تواصل الإرهاب ضد المدنيين باستهداف مطار دولي، وهذا يعد خرقا للقوانين الدولية، مؤكدا أن المجتمع الدولي بات مطالبا بموقف صارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوفر له. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا من الرياض الأستاذ خالد الزعتر الباحث والمحلل السياسي السعودي. أستاذ خالد أهلا بك على أكسترا نيوز من القاهرة. يا أهلا مرحبا. يعني اعتداء جديد من قبل ميليشيا الحوثي على الداخل السعودي، رأينا في الماضي حوادث واعتداءات إرهابية
على المملكة العربية السعودية وعلى الإمارات العربية المتحدة، والآن هذه المرة استهداف منطقة مدنية خلفت سقوط عدد من المصابين. هل ترد المملكة العربية السعودية أو هل يرد التحالف العربي؟ هل هناك خطوة حقيقية لوقف هذه الاعتداءات؟ لما ننظر إلى بيان التحالف العربي بالرد الحازم، أنا بتقديري أن الأولوية هي سوف تكون للحل والحسم العسكري مع الجماعة الحوثية، وأيضا هذا الحزم وهذا لن يطال فقط الجماعة الحوثية ومن يدعمه، وإنما أيضا سوف يطال المجتمع الدولي والضغط على المنظمات الدولية، لأن هذه عندما ننظر مثلا إلى التقاعس والتخاذل من قبل المنظمات الدولية والأمم المتحدة بشكل رئيسي، نجد أن هذا التخاذل وهذا التقاعس هو أدى لاستمرارية الإرهاب الحوثي، كما أن هذه العملية من قبل الجماعات الحوثية هي تأتي عقب الضمانات التي قدمتها في الأمس الأمم المتحدة للحكومة الشرعية بأن يلتزم المبعوث الأممي باتفاق بتبديل اتفاق السويد واحترام المقررات الدولية وفق القانون الدولي. في تقدير أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هي أصبحت اليوم أمام اختبار حقيقي على مدى قدرتها على أن تلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن تتخلى عن هذا التقاعس وهذا التراخي الذي صاحب الفترة القادمة، وبخاصة منذ توقيع اتفاق السويد نجد أن الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي هي تعاملت مع الجماعة الحوثية حالة من التراخي، وهي التي أدت إلى استمرارية الجماعة الحوثية بهذه الأعمال الإرهابية. ولذلك أنا باعتقادي أن هذه نحن أمام مرحلة جديدة من مراحل التعامل التحالف الدولي التحالف العربي مع الأزمة اليمنية بشقين. الشق الأول هو إعطاء الأولوية للحسم العسكري وللحل العسكري، والشق الآخر هو الضغط وتخفيف الضغط على المجتمع الدولي بخاصة المنظمات الدولية التي صمتت أمام الإرهاب الحوثي والتي أدى هذا الصمت إلى تمادي الإرهاب الحوثي بأحمدياتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتستهدف الأعيان المدنية. لذلك اليوم نحن ربما نشهد تغيير في التعامل الأممي، ويكون هناك ضغط على الجماعة الحوثية لتنفيذ اتفاق السويد، والأهم هو تغيير في العقلية الأممية التي تتعامل مع العقلية الحوثية بأنها عقلية ربما تنصاع للقرارات الدولية وللالتزام بهذه الاتفاقيات، وهي بالتالي عقلية قراءة خاطئة تتناسى أن هذه الجماعة الإرهابية هي أداة في يد النظام الإيراني، هو يسعى إلى تفكيرها وفق ما يصب في صالح هذا النظام، ولذلك هذه القراءة الخاطئة هو بالتالي يجب أن يكون هناك تغيير مع الجماعة الحوثية بلغة، وأن يكون التعامل مع هذه الجماعة باللغة التي تفهمها وهي لغة القوة ولغة الضغط ولغة السلاح. أستاذ خالد، يعني البعض توقع بعد استهداف السفن العربية في المملكة في الإمارات العربية المتحدة واستهداف مناطق نفطية في السعودية أن يكون هناك رد عسكري حازم. البعض الآن يفسر عدم الرد العسكري في هاتين الحادثتين بأنه وضع الموقف في صورة وكأن التحالف العربي ليس بقادر على رد هذه الاعتداءات، مما نجم عنه هذا الاعتداء الجديد. لما تأخر الرد العسكري الحاسم الذي نتحدث عنه الآن؟ أنا أعتقد أن هذه قراءة خاطئة. التحالف العربي يحقق الكثير من الإنجازات على الأرض، لكن التحالف العربي ولا يعتمد على سياسة الأرض المحروقة، وهو يتعامل مع الأزمة اليمنية وفق ما يتماشى مع القانون الدولي واحترام المعاهدات، وأيضا المناطق تجنب استهداف المناطق الأمنية. لذلك ما يحدث بشأن الربط ما بين حادثة استهداف السفن وأيضا هذه الحادثة، أنا باعتقادي أنه لا يوجد هناك مجال للربط، لأن مجال حادثة استهداف السفن لا تزال حتى هذه اللحظة قيد التحقيقات. هناك تحقيقات أولية قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت هي أثبتت وجود دولة، وهو بالطبع عندما ننظر مثلا كقراءة سياسية نجد أن هذه الدولة هي إيران، لكن اليوم الأمر يعتمد على المجتمع الدولي أو مجلس الأمن الدولي في البت بهذه القضية، وأيضا
الانتهاء من التحقيقات بشكل رئيسي حتى يتبلور موقف سياسي واضح وموقف دولي ويجمع على اتخاذ خطوات للرد في اتجاه الايرانيين. هذه هي الخطوه من قبل الحوثيين اليوم باستهداف العمليه الارهابيه التي استهدفت مطار ابها، بالتالي تعكس حاله الافلاس لدى الجماعه الحوثيه، وايضا تعكس حاله الافلاس لدى الجماعه التي تدعم لدى الدوله التي تدعم الجماعه الحوثيه وهي ايران. وبالتالي انا باعتقادي ان هذه هي الخطوه التي يقدم عليها الحوثيين، وهي بالطبع خطوه يقف خلفها النظام الايراني الذي يحرك الجماعه الحوثيه وقت ما يصب في صالحه، انها بمثابه انتحار للنظام الايراني وايضا انتحار للجماعه الحوثيه، لان هذه الخطوه هي من قبل النظام الايراني هي بمثابه وضع حبل المشنقة على رقبة النظام الإيراني الذي يعيش في حالة من الأزمات سواء السياسية أو الاقتصادية ومزيد من العزلة الإقليمية والعزلة الدولية. ولذلك أنا باعتقاد أنه سيكون هناك تغيير في نظرة المجتمع الدولي اتجاه إيران، وهو بالتالي يضع الدول الصامتة عن الإرهاب الإيراني. هذه نقطة بالإمكان الاستمرارية في الصمت الدولي عن الإرهاب، وهذه نقطة هامة أستاذ خالد، خصوصا العملية الإرهابية التي قال عنها المتحدث باسم التحالف العربي. أستاذ خالد هل تسمعني؟ جريمة حرب، والتي تقف بالضبط عندما ننظر مثلا إلى من أستاذ خالد الزعتر الباحث والمحلل السياسي السعودي، هل تسمعني؟ هل يصلك صوتي؟ سوف تؤدي لتضييق الخناق على النظام الإيراني في وقت يحاول فيه التعويل على الأوروبيين للعب دور وساطة لتخفيف الضغط الأمريكي عنه. أستاذ خالد، ومن الواضح أن صوتي لا يصل إليك، سأترك الحديث هنا حتى نعاود الاتصال بك مرة أخرى ويعود صوتي للوصول إليك من المملكة العربية السعودية. أشكرك شكرا جزيلا. قالت الحكومة اليمنية أن استهداف مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي هو عمل إرهابي من الطراز الأول. وأكد المتحدث باسم الحكومة راجح بادي أن الحوثيين لا يفهمون لغة الحوار بل لغة القوة، لافتا إلى أنه لم يبقى سوى العمل العسكري لإنهاء الإرهاب الحوثي. أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بنشر عدد من القوات الأمريكية في اليمن للقيام بعمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف ترامب في رسالة للكونغرس أن الجيش الأمريكي يقدم المشورات العسكرية والمعلومات اللوجستية للقوات اليمنية، مشيرا إلى أن واشنطن تدعم عمليات القوات لتطهير محافظة شبوة من تنظيم القاعدة الإرهابية. كشف تقرير دولي عن مقتل وإصابة 1750 مدنيا وفقد المزيد من الأطفال حياتهم منذ توقيع اتفاق ستوكهولم بين ميليشيا الحوثي والحكومة اليمنية في ديسمبر الماضي. وذكر تقرير لمنظمة المجلس النرويجي للاجئين أن مدينة الحديدة اعتلت صدارة المحافظات اليمنية من حيث عدد النازحين منذ تمرد الحوثي أواخر سبتمبر 2014. وقال تقرير أنه خلال الستة أشهر من وقف إطلاق نار الهش في المدينة الساحلية أكبر نحو 26 ألف مواطن على الفرار من منازلهم. أدان مجلس الأمن الدولي بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، ووجه الدعوة إلى المجلس الانتقالي وقادة حركة الاحتجاج للعمل من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة. وفي بيان صدر بالإجماع طلب المجلس وقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، كما شدد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان. يأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابه حول الأزمة السودانية. أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان تعليق العصيان المدني حتى إشعار آخر، فيما أعلن المبعوث الإثيوبي إلى السودان محمود رير أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المفاوضات قريبا بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي، وأن المجلس العسكري الانتقالي وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة. المزيد في هذا السياق.
في استجابة لجهود تقارب المواقف بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير حول إدارة المرحلة الانتقالية بالبلاد، جاء تعليق كتلة المعارضة البارزة في السودان للعصيان المدني والإضراب الشامل الذي بدأته في البلاد منذ الأحد الماضي، وذلك حتى إشعار آخر. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وكالة الأنباء السودانية مواصلة لجنة التحقيق في الأحداث التي وقعت بساحة اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم أعمالها. وقامت اللجنة بزيارة لمسرح الأحداث، واستجوبت عدد من قوات الأمن وشهود العيان، وتم إضافة ممثلين لوزارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمفوضية القومية لحقوق الإنسان ونقابة المحامين إلى عضوية لجنة التحقيق التي سترفع نتائجها خلال الأيام القليلة القادمة إلى النائب العام. الجميع يترقب إعلان المجلس العسكري نتيجة التحقيق في محاولة فض الاعتصام، بعد تأكيد المجلس التزامه بتحقيق الأمن والاستقرار والتوافق السياسي في البلاد، وذلك بعد شهرين من إعلان الجيش السوداني عزل الرئيس السابق عمر البشير ومحاولة مختلف القوى الوطنية بالبلاد طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة لمستقبل مشرق للسودان كما يحلم أبناؤه الذين خرجوا إلى الشوارع يرغبون في التغيير منذ ديسمبر الماضي. التطورات الأخيرة سبقت زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية تيبور ناجي للخرطوم، التي تهدف لحث كافة الأطراف الفاعلة بالسودان على العودة لطاولة الحوار لرسم خريطة إدارة المرحلة الانتقالية، وهي المحاولة التي تتكامل مع جهود الوسيط الأثيوبي التي يبذلها على مدار الأيام الماضية لتخفيف حدة التوتر في البلاد والعودة إلى مسار الحوار للتوافق حول خطوات تحقيق الانتقال الديمقراطي وتلبية مطالب السودانيين. واتفق المجلس يوافق المجلس لبناء الثقة بين الأطراف، سعيا منه لذلك أن يطلق سراح السجناء السياسيين، ومن طرفهم أيضا القوة الحرية والتغيير أبدت رغبتها ووافقت في إيقاف العصيان المدني. تجمع المهنيين السودانيين استبق تلك المحاولات بالإعلان عن اتفاق قوى إعلان الحرية والتغيير على مرشحيها للمجلس السيادي ورئاسة مجلس الوزراء لتكشف الأيام وحدها عما ستؤول إليه التطورات في السودان. مثل أمام قاضي المحكمة الجنائية في الجزائر رئيس الوزراء السابق أحمد يحيى ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغني زعلان كمتهمين. ويواجه يحيى اتهامات فساد في حق المال العام إلى جانب منح صفقات وامتيازات غير قانونية لصالح عدد من رجال الأعمال. بدأت أحد المدارس التاريخية التي تقع في قلب مدينة فاس بالمغرب استقبال طلاب من كل أنحاء العالم، وذلك بعد ترميمها وضمها إلى جماعة القرويين العريقة. تبهرك بنقوشها وزخارفها التي تعود إلى أواخر القرن الثالث عشر. مدرسة تاريخية تقف شامخة في قلب مدينة فاس بالمغرب بعد ترميمها وضمها إلى جامعة القرويين العريقة، باتت تستقبل طلابا من كل أنحاء العالم. إنها واحدة من المدارس التي تعود إلى قرون في فاس والتي تزدهر مرة أخرى ضمن عملية ترميم المدينة القديمة على نطاق واسع. كان عندنا أجداد ويعني بالسلسلة تخرجوا من هنا ولله الحمد، هم الذين أوصلون الخبر وتمكننا بالمجيء إلى هنا ولله الحمد. عندما أتينا أيضا وجدنا الأجواء مناسبة ولله الحمد كما كنا نسمعها. معظم هذه المدارس تم إنشاؤها قديما لتدريس الدراسات الإسلامية والأدب العربي وعلم الفلك والرياضيات، لكن مع إنشاء جامعات حديثة فقدت مكانتها تدريجيا وأغلق العديد منها، لا
لكن الآن يتم منح 5 مؤسسات تعليمية مرموقة فرصة للعودة من جديد. اخترت هذه الشعبة لأنها تحقق طموحي لكونها تمزج ما بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية. هذا ما سيخول لي أيضا في المستقبل أن أفتح على باقي العلوم. أكثر من 4 ملايين دولار أمريكي أنفقت على ترميم هذه المدارس بتعليمات من الملك محمد السادس. من بين المدارس 5 التي تم ترميمها ستستضيف 3 منها طلاب جامعة القرويين، والتي تعتبرها اليونسكو أقدم جامعة حاصلة على درجات علمية مستمرة في العالم، والتي تأسست عام 859 ميلادية. بالنسبة للظروف يعني ظروف ممتازة، لا من ناحية اللغات ولا من ناحية الدروس الشرعية، يعني فيها أصالة ومعاصرة ازدواجية. من ناحية يعني المنحة معتبرة، كل الظروف موازية. من ناحية المستقبل أنا إن شاء الله عز وجل أتوقع الأفضل إن شاء الله. ووفقا للتعليمات الملكية تم حجز مدرستين من المدارس التي تم ترميمها للطلاب المسجلين في قسم الخط العربي المغربي في القرويين. ففي هذه البيئة الهادئة يمكن للطلاب ممارسة فن الكتابة القديم. إذن فرصة حياة جديدة منحت للمدارس والمعالم التاريخية في فاس المغربية، وبلا شك ستعطي زخما معماريا وثقافيا كبيرا للمدينة. لبيك طرابلس لبيك، لبيك طرابلس لبيك. أكد الجيش الوطني الليبي التزامه بالمواثيق والأعراف الدولية في عملياته العسكرية بالعاصمة طرابلس. ونفى الجيش الليبي في بيان له ادعاءات الميليشيات الإرهابية استخدامه للألغام وزرعها حول المطار الدولي بالمدينة، مشيرا إلى أن تلك المزاعم تأتي على خلفية الخسائر الفادحة التي منيت بها الميليشيات في هجوم استهدف مطار طرابلس الدولي. تمكن الجيش السوري من إسقاط طائرة بدون طيار محملة بالقنابل أطلقتها جبهة النصرة الإرهابية في ريف حماة. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن الجيش تمكن من القضاء على مجموعات مسلحة بكاملها في ريفي حماة وإدلب، وذلك خلال رده على الاعتداءات على المناطق الآمنة، إضافة إلى استهداف خطوط إمداد الجماعات المسلحة بالريف الشمالي، ما أسفر عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن العلاج الأساسي للوضع الاقتصادي في بلاده يكمن في العمل على وضع الإصلاحات الأساسية التي يتضمنها مشروع الموازنة العامة. وقال بري في تصريحات صحفية أن القوى السياسية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالعمل من خلال مجلس النواب لإنهاء الخلافات حول العديد من القضايا وفي مقدمتها الموازنة، مؤكدا أن ما يتم الاختلاف عليه في النقاش سيحسم بالتصويت. أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على أحد الإرهابيين المنتمين لتنظيم داعش في محافظة ديالى. وأوضحت المديرية أن الإرهابي هو مسؤول الدعم اللوجستي للتنظيم في المحافظة وأحد المطلوبين للقضاء.
يستعد المتحف العراقي بالعاصمة بغداد لاستعادة 15 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة، حيث يعد هذا المتحف مدرسة معرفية توثق شتى العلوم والفنون الإنسانية والآثار من مختلف العصور القديمة. المتحف الوطني العراقي في بغداد على أهبة الاستعداد لاسترجاع 15 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة، نبأ سار كشف عنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال زيارته الأولى للمتحف، فيما دعا إلى الترويج للمتحف وما يضمه من محتويات توثق شتى الأنشطة والعلوم والفنون الإنسانية والأثار من مختلف العصور. نحن استعدنا جزء كبير حقيقة، وهناك آثار تنتظر الاستعادة موجودة الآن. الدول قدمت لنا سجلات، هناك آثار لحدود 15 ألف قطعة أثرية موجودة اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة للشحن، سنقوم بذلك في فترة قصيرة قادمة. آثار ثمينة معروضة في المتحف العراقي، وقريبا سيضاف مزيد من القطع الأثرية إلى الرفوف الزجاجية لعرضها، قطع يعتقد أنها سرقت في الأسابيع التي تلت سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين عام 2003. المتحف كان يضم في السابق إحدى المجموعات الرائدة في العالم من القطع الأثرية التي تمتد إلى العصر الحجري والعصر التراثي وذروة الثقافة الإسلامية. جهود حثيثة قام بها العراق لاستعادة أثاره المنهوبة أثمرت عن استعادة المتحف العراقي في العقد الماضي آلاف القطع الأثرية، كما تم استرداد العديد من القطع المسروقة في إطار برنامج عفو قائم على مبدأ عدم توجيه الأسئلة، بينما تم العثور على قطع أخرى خلال مداهمات. الآثار العراقية تعرضت لأوسع عملية نهب في عام 2003، مما أدى إلى اختفاء آلاف القطع التي لا تقدر بثمن من المتحف الوطني بالعاصمة بغداد ومن مواقع أخرى، فيما تمت استعادة آلاف القطع الأثرية وفي انتظار استعادة المزيد. التقي اليوم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث سيعقد الجانبان جلسة مباحثات ومؤتمرا صحفيا. وكان بن زايد قد بحث مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في العاصمة برلين سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومجمل القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وقال بن زايد خلال اللقاء إن الإمارات وألمانيا شريكتان في العمل من أجل السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن البلدين لديهما موقف مشترك من نبذ الإرهاب. قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن واشنطن لم ترسل إلى موسكو إشارات محددة بشأن اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا. وأكد ريابكوف عدم وجود اتصالات بين الجانبين الروسي والأمريكي حول الإعداد لقمة جديدة بين بوتين وترامب، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تتطلب جهودا دبلوماسية محددة. وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي إلى طهران مؤكدا أن بلاده ستفعل ما بوسعها لاتخاذ خطوات نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وكان مسؤولون إيرانيون قد أكدوا لوكالة رويترز أن طهران ستطلب من أبي التوسط في تخفيف العقوبات على الصادرات النفطية. أضافوا أن طهران ستعتبر أي تيسير أمريكي لصادرات إيران النفطية بمثابة بادرة حسن نية لتهدئة التوترات. أجلت الهيئة التشريعية في هونغ كونغ اجتماعا للنظر في مشروع قانون مقترح يسمح بتبادل المطلوبين مع الصين لمحاكمتهم. وكان آلاف المتظاهرين في هونغ كونغ قد اقتحموا طريقا رئيسيا مجاورا لمكاتب الحكومة ونشروا الفوضى احتجاجا على مشروع القانون المقترح. أوكي.
كشف أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة التركية لرئاسة بلدية إسطنبول عن استراتيجيته التي سيواجه من خلالها البطالة والفقر في مدينة إسطنبول إذا فاز برئاسة بلديتها مجددا في جولة الإعادة المقررة يوم 23 من يونيو الجاري. وقال أوغلو في مؤتمر صحفي بإسطنبول إن برنامجه الانتخابي يركز على حل المشاكل المتعلقة بالمواصلات والمياه في إسطنبول وتقديم الدعم اللازم للمواطنين في الغذاء والصحة وكافة مجالات الحياة الاجتماعية. قال زعيم حزب السعادة التركي المعارض إن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يعد يتمتع بأي اعتبار عند المواطن في الشارع التركي. وذكر المعارض التركي أن خسارة مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدرم لخوض جولة الإعادة على منصب رئيس بلدية إسطنبول تعني خسارة أيضا للرئيس رجب طيب أردوغان. تشهد منافذ تذكرة إقبالا كثيفا من قبل الجماهير بالتزامن مع اقتراب انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، ومن المقرر أن تواصل تلك المنافذ عملها حتى نهاية البطولة في يوليو المقبل. مع بدء العد التنازلي لانطلاق النسخة 32 من كأس الأمم الإفريقية، يزداد الإقبال على منافذ تذكرتي من أجل تسلم تذاكر المباريات. يستمر عمل تلك المنافذ حتى نهاية البطولة في 19 من يوليو المقبل، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للجماهير. أنا جيت 3 دقايق دخلت طبعت الفان آي دي راح أستلم التذكرة وماشي وأروح أشجع ولا اسوق سودا ولا واقفه في طوابير ولا ما فيش الكلام ده صراحه يعني. انا حاسه ان هي الدنيا لا اورجنايزد جدا، فدي حاجه يعني لا موتيفيتد ان احنا كبنات لا ممكن نروح وضامنين ان الدنيا هتبقى كويسه وسيف يعني وما فيش اي مشكله، فدي حاجه كويسه جدا يعني ام هابي ان احنا عندنا حاجه كده في البلد يعني. تفتح هذه المنافذ ابوابها منذ الساعه 11 صباحا وحتى 11 مساء ليتوافد عليها عشاق كره القدم. عملت شركة تذكرتي مؤخرا على زيادة تأمين موقع حجز وبيع تذاكر البطولة بهدف الحفاظ على سرية بيانات الجماهير. خلاص فاضل تقريبا 10 ايام على البطولة. الدنيا زحمة زي ما حضرتك شايفة، الويتنج اريا كلها مليانة والكونترز تبقى مليانة كلها، الناس كلها بتشتغل يعني. التأمين بقى زيادة اكتر على السايت بالذات الناس اللي بتدفع فيزا وكده عشان رقم الفيزا ما يروحش في اي حتة او حد يقدر يدخل على السايت ياخده يعني. فالموضوع اتأمن كمان بزيادة اليومين دول، وبقى سيف جدا ان اي حد يدفع بالفيزا، وفي اختيار تاني انه ممكن يدفع بالفوري برضو بيتبعت له كود وبينزل بيدفع بالفوري. الاقبال بيبتدي يزيد جدا الفترة دي، وكمان في ناس كانت حابة تحجز تيكتس بتاعت اول ماتش بس هو كان خلاص خلص وكده، بس الناس ابتدت تتعرف على الموضوع اكتر واكتر يعني، وابتدى الموضوع يبقى سهل معاهم. بس هو في الاول كان فيه بس الاول يعني انه مش باين معاهم ايه الموضوع، بس دلوقتي الدنيا بقت اسهل لهم واسهل لنا يعني، والموضوع بقى اسهل لنا كلنا. تنظم مصر هذه البطولة للمرة الخامسة في تاريخها بعد 13 عاما، ما زاد من حماسة مشجعي الكرة لحضور الحدث الأبرز هذا العام. حقق منتخب إيطاليا فوزا صعبا على ضيفه البوسنة والهرسك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم 2020. ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد البوسنة عند 4 نقاط بالمركز الخامس. لهنا مشاهدينا الكرام تكون قد انتهت هذه الجولة الإخبارية، وفي الختام هذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الفساد المالي والإداري.
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي جنوب السعودية وتؤكد وقوفها مع المملكة. المحكمة العليا تحقق مع رئيس وزراء الجزائر الأسبق بتهم تتعلق بالفساد. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. قدمناها لكم لما جبريل وحسام حداد. دمتم في أمان الله سالمين.